مزمور 63، يا الله إلهي إليك أبكر، لقبته الكنيسة الأولى بمزمور الصباح. مزمور الصباح، ناس كتير أول ما تصحى الصبح بتصبح على قرايبهم وأصدقائهم برسالة بصورة. الكنيسة الأولى شافت أن اللي عايز يصبح على ربنا يقوم ويبكر ويقول له يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك. التعبير عطشت إليك ده رهيب جدا، لأن الواحد الطبيعي بيصحى الصبح ريقه ناشف عايز حد يلحقه بكوبايه ميه. داود النبي بيصحى الصبح ريق نفسه هو اللي عطشان للكلام مع ربنا. هنا لازم افتكر مدينه سوخار والمراه السامريه لما يسوع قابلها عند بئر يعقوب وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. والسامرية قالت ليسوع يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. يا ده أنت حكاية يا داود، يعني أنت عارف كل الكلام ده من قبل ما يقوله يسوع بألف سنة وحاسه وعايش بيه. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول أن أباء الكنيسة الأولى كانوا شايفين أنه لا يجوز أنه يعدي يوم من غير ما يرنموا بالمزمور ده في الاجتماعات العامة، ويقول كمان إنه لا يليق بالكنيسة إنها تبطل تسبح بيه كل يوم، لأن المزمور ده دواء يلهب فينا الشوق نحو الله، دواء يلهب فينا الشوق نحو الله. الأغرب من كده إنه جه في عنوان المزمور 63 ده إن المرتل اللي هو داود كان في برية يهوذا، والباحثين قالوا إن المزمور ده كتبه داود أثناء اضطهاد شاول ليه، واستندوا لبعض الآيات زي وأقام داود في البرية في الحصون ومكث في الجبل في برية زيف، وكان شاول يطلبه كل الأيام ولكن لم يدفعه الله ليده، زي ما مكتوب في صموئيل الأول 23-14، وزي الآية وذهب شاول ورجاله للتفتيش فأخبروا داود فنزل إلى الصخر وأقام في برية معون، فلما سمع شاول تابع داود إلى برية معون زي ما مكتوب في صموئيل الأول 23-25، وزي الآية ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين هو ذا داود في برية عين جدي. وطبعا جغرافيا برية زيف ومعون وعين جدي كلهم بيتبعوا سبط يهوذا. يعني يا داود كتبت المزمور ده وانت تعبان ومتبهدل ومتشحطط من برية البرية هربان من شاول، تصدق لو حد مكانك كان يقول أبكر إيه ونفسي عطشت إيه، مش لما لاقي مكان الأول استقر فيه واهدى عشان حتى أعرف أصلي ربنا، مش كفاية سيبني أتشحطط من هنا لهنا، هو أنا عارف أنام من أصله علشان أصحى وكمان أبكر، ده كفاية بس إن شاول ده اللي عمال يطاردني، أنا اللي أنقصت مملكته ونزعت العار عن شعب الله لما قتلت له جليات الجبار، وهو آدي رد الجميل عمال يطاردني عايز يقتلني. طب يا سيدي كنت تشطر على أجليات، لكن داود ما يقولش كده أبدا. داود قلب نقي بيحب ربنا بصدق مش حب أي كلام. يعني لو حضرتك وقتها قابلته وسألته يا داود وسط البهدلة دي والهرب ده نفسك في إيه؟ هيقولك نفسي أصحى الصبح بدري والحق أقعد مع ربنا قبل ما الناس الأشرار دول يصحوا ويضيعوا عليا القعدة مع ربنا. تقول له الله، يعني مش بتفكر ترجع تبقى الملك مكان شاول؟ ده من حقك لأن ربنا مسحك ملك بدون مسحتي على يد صموئيل النبي. يقول لا لا، أنا نفسي أرجع وأقعد مع ربنا زي أيام ما كنت برعى الغنم، وكنت ساعتها أمسك بالعود مرة وبالرباب مرة وبالمزمار مرة وأسبح ربنا، بس للأسف مش لاقي القعدة دي، لكن هتصرف وأقعدها هنا في البرية، ما هي دي اللي بتنسيني التعب والشحططة. أغلبنا ما عندوش الظروف القاسية دي. عندك أنت ناس بيطردوك زي شاول ورجالته، ولا ابن زي أبشالوم بيعمل مؤامرات ضدك عايز يسرق الملك منك؟ وبالرغم من كده انت وانا بنصحى ملهوفين على شغلنا واهتماماتنا، لكن داود يصحى عطشان لكلام ربنا ويقول له يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك، يشتاق إليك جسدي في أرض يابسة بلا ماء. فعلا أرض يابسة بلا ماء، ما هو مرمي في البرية. لو رجعت للقاموس كلمة برية خلاف بحرية، البرية أرض صحراء بادية قفر، دي الترجمة، يعني أرض يابسة بلا ماء زي ما وصفها داود في المزمور. وفي وسط البرية القاحلة دي وفي وسط ضيقته شعر داود أنه محروم من العبادة الجماعية، مطرود ومضطهد، جفت كل الينابيع البشرية، لكن فضل الينبوع الإلهي مفتوح له ولن يجف أبدا.
هيقعد يشرب من الماء الذي يعطيه يسوع فلن يعطش إلى الأبد. الأب أنثيموس الأورشليمي علق على الله إلهي فيقول إيه؟ يكرر النبي اسم الله ليظهر عظم شوقه إليه، وبقوله إلهي بياء التخصيص التي للإضافة ليظهر أنه إله الكل وأنه إله الصديقين بأكثر تخصيص، وبقوله أبكر كأنه يقول شوقي إليك يا سيدي يوقظني من النوم باكرا، وقبل كل عمل جسدي آتي إليك بالصلاة، وقوله نفسي عطشت إليك معناه أنت الذي تدعو إليك العطاشة لكي ترويهم من ماء الحياة. فكما يشتهي الظمآن الماء هكذا تشتهي نفسي البلوغ إليك بالصلاة أو بالرجوع إلى أورشليم. ويكمل المزمور ويقول هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك. في تفسيرات بتقول هنا أن داود بيعبر عن اشتياقه أنه يعاين مجد الله في البرية زي ما عاينه زمان في الهيكل أو في القدس، لكن أنا شايفه أنه عايز يقول ربنا أديني جيت لك يا رب وظهرت أمامك في البرية القاحلة دي اللي صارت قدس لأنك بتقدس كل مكان، وهنا في البرية اللي أرضها يابسة وما فيهاش ولا نقطة مية، متأكد أني هأرى فيها قوتك وهأعاين مجدك. أصلا أنا مختبر قوتك ومجدك مع جليات ومع الدب والأسد وفي مواقف كتيرة جدا ما كانتش جوه الهيكل، لأنك مالئ الكل بلاهوتك، السماء والأرض كلها مملؤتان من مجدك الأقدس. أنا يا رب أي مكان هترميني فيه حتى لو برية قاحلة هأبكر إليك وهظهر أمامك وهأعاين مجدك وهألمس قوتك. ويا سلام بقى لو تصنع خيرا مع عبدك وترجعني لقدس أقداسك وللهيكل يبقى عظمت الصنيع مع عبدك. لكن العلامة أوريجانوس بقى شايف أن داود هنا بيشتهي أن يرى المسيح وتجسده وعمله الفدائي اللي هيحول جسدنا المائت كأرض ناشفة بلا ماء إلى هيكل للروح القدس الذي له ثمار كثيرة. وشاف التعبير لأرى قوتك بيشير للآية المسيح هو قوة الله اللي موجودة في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس 1:24. فاعتبر أن دي نبوة واشتياق لأن يرى المسيح، وكأن المسيح في ضعفه أثناء أحداث الصلب كبرية قاحلة ولكن ظهرت فيه قوة الله زي ما مكتوب في أشعياء 53:1-3. والقديس أثناسيوس قال أن قول داود ده معناه أن البرية القفرة دي لم تمنع شوقي إليك، بل أصلي إليك وأسبحك فيها كما أسبحك في أورشليم طالبا أن أتمتع بحضرتك وأعاين عجائبك التي تظهر قوتك ومجدك. ويكمل المزمور لأن رحمتك أفضل من الحياة، لأن رحمتك أفضل من الحياة. عند داود رحمة ربنا أفضل من الحياة بكل ملذاتها وبكل غناها. الموت مع التمتع بحب ربنا خير من الحياة بدون محبتي. ويقول داود شفتاي تسبحانك لذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يداي. هنا داود كأنه بيقدم ندر أني طول ما أنا حي يا رب هتفضل شفتاي تسبحانك وهفضل أباركك وأعلن للناس عن مجدك. لكن التعبير بقى أرفع يداي ده بقى معروف من زمان في العهد القديم أنه أثناء الصلاة بنرفع أيدينا مش بس للطلبة من الله ولكن تعبير عن الشكر لربنا. هنا داود بيرفع ايديه مش علشان يطلب حاجة مع ان في 100 حاجة ممكن تطلب في الظروف دي، لكنه بيرفع ايديه علشان يروي عطشه من حب ربنا والحديث معاه فتشبع نفسه كأنها من شحم ومن دسم. ياه يعني يا داود للدرجة دي وانت ما انتش لاقي اللضة ولا حتى نقطة مية، لما هتقف وترفع ايديك وتبارك ربنا وتسبحه هتبقى كأنك اكلت خروف دسم ويشبع جسدك وتشبع نفسك. يقول أيوة ما أنا عشان كده كتبت لكم في المزمور 134 ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب، وقلت في مزمور 28 استمع يا رب إلى صوت تضرعي إذ أستغيث بك وأرفع يدي إلى محراب قدسك. في قول جميل أوي للقديس أغسطينوس بيقول لترفعوا أيديكم في الصلاة فقد رفع ربنا يديه على الصليب لأجلنا ولهذا بسط يديه لكي نبسط نحن أيدينا إلى الأعمال الصالحة. انظروا إنه يرفع يديه ويقدم نفسه ذبيحة للآب وخلال تلك الذبيحة محى كل خطايانا. ليتنا نرفع نحن أيدينا لله في الصلاة، أيدينا هذه المرفوعة لله لا تغزى
إن كنا نمارس الأعمال الصالحة زي ما هو مكتوب، رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. في الختام بقى حابب أقول لكم على حاجة لطيفة جدا، الكنيسة الأرمينية بتربط المزمور 63 ده بالليتورجية الإفخارستية بسبب العبارة فتشبع نفسي كأنها من شحم ومن دسم. عزيز المشاهد، تعالى كل يوم نصحى بدري ونرتل، يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك، علشان تشبع نفسي ونفسك كأنها من شحم ومن دسم. هللويا.